السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد سمو، فيديو جديد. هذه المرة هي بالإجابة على بعض الأسئلة التي طرحها علي الكثير من الأشخاص، وهناك كذلك في بعض الأشخاص الذين دخلوا إلى هذا الأدوب BEVM، ولكن هناك أشياء يجب عليك معرفتها سأشاركها معك في هذه الحلقة. سنقوم بالدخول فقط إلى الأدوب، فقد يأخذ منك مبلغ يعني معين، واللي كان قلت على أن الاقتطاعات في الفيديو السابق ورابطه أسفل في صندوق الوصف إذا لم تشاهد الفيديو وكنت تريد أن تقوم بالدخول إلى هذا الأدوب. ركز معي أخي جيدا. فلدينا هنا في الأدوب لدينا في التاسك الأول الذي قمنا به، لو تذكرت معي، أوكي، يجب أن تتأكد من أنك عمل كونكت هنا. لو تذكرت معي كنا تحدثنا هنا في هذا الأدوب، على الأدوب الأول يجب أن تقوم بعمل ديبوزيت بمبلغ 0.004 بيتكوين، تقريبا 27 دولار كأقل شيء. يمكن أن يكون مبلغ أعلى ويمكن أن يكون مبلغ يعني يساوي لهذا المبلغ، تمام، يعني فوق 27 دولار كما شرحنا في الفيديو السابق. يعني ليس لا يمكنك أن تشارك بمبلغ مثلا ب10 دولار أو 12 دولار أو 13 دولار. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية لدينا هنا في التاسك الثاني، وهو السؤال الذي طرحه علي الكثير من الأشخاص، هو كيفية استرجاع مبلغ الذي قمت باستثماره والذي قمت بالمشاركة به في التاسك الثاني. على طول الأدوب يجب أن تترك المبلغ متواجد هنا. فهذا الأدوب الأول ستشارك يعني في المبلغ ديال التقسيم اللي هو 10 مليون. فعندك 500,000 ستشارك، ما ستشارك فيها في هذا الأدوب، يعني سيتم تقسيم عليك 500,000 من عملة أوشي توكن، يعني في هذا الأدوب، هذا في هذا التاسك هذا. بمعنى أنه لو كنت تشارك في الأدوب الأول فهذا جيد، يعني بأنك ستربح. الأدوب الثاني بأنك كذلك جيد وأنك كذلك ستربح. هنا في الأدوب الثالث، وسنرجع في الأدوب هذا في التاسك الثاني، سأرجع وأتحدث على كيفية استرجاع المبلغ الذي قمت بالدخول به في هذا الأدوب. فلدي في التاسك الثالث اللي متواجد هنا، لدي هذا عمل يومي يجب علي أن أقوم بعمله. هنا تشاهد لمرة واحدة، هنا لمرة واحدة، ولكن هذا دايلي، كل يوم يجب عليك أن تقوم بالضغط على جيت لتحصل على 10 مشاركات من خلال، يعني تضغط فقط هنا على 10 شير اللي متواجدة هنا وتقوم بدفع الفي، ويقوم بعد ذلك هذا يعني تقوم بالمشاركة لمدة شهر كامل. تخيل معي لمدة شهر كامل، أي لمدة انتهاء الأدوب، تمام. فلو تشاهد معي الآن، أوكي، يقول لي هنا ريفلات ديلي أت هذا يعني البداية ديال اليوم متى يكون، يعني بالتوقيت العالمي بالثانية عشر بالتوقيت العالمي بليس سفر. هنا يعني هذا نقطة ثانية أو نقطة ثالثة تحدثنا عليها، ولنرجع تمام. فهذه نقطة تحدثت عليها، والآن سأرجع إلى التاسك الثاني. السؤال المطروح هنا، كيف يمكن لك استرجاع هذه الأموال في حال لم تريد أن تشارك في هذا الأدوب، تمام. تقوم الآن بالضغط على get هنا، أوكي، تقوم بالضغط عليها، ويجب أن تتأكد من أنك عامل كونكت للوالدة الخاصة بك. بمجرد أن تضغط على كونكت تختار باينانس ويب 3 والد، هذا بالنسبة للناس التي أصلا دخلت إلى هذا التاسك. بعد أن تقوم بعمل كونكت سيظهر معك على هذا الشكل كما تشاهد معي، أنه الآن دخلت إلى محفظتك. فكيف يمكن لك أن تقوم باسترجاع المبلغ الذي قمت بذلك؟ فالطريقة هي سهلة، عندك هنا ديبوزيت وعندك هنا ويدراو. لو تذكرنا قمنا بعمل ديبوزيت، ولكن الآن ما سنقوم به هو أننا سنقوم بسحب أموالنا. لكن للمعلومة يجب علينا أن نقوم بإلغاء البوزيشن، أنا لن ألغيها ولكن سأشرح لك طريقة إلغائها. تقوم بالضغط هنا على هذه الخاصية، تختار هنا داتشبورد، اوكي، ليس بالداتشبورد اخواني، عندك هنا هذه الخاصيه هنا، ليس في، اوكي، في هذا المكان، في هذا السهم هذا، يعني تضغط على ريدم. بمجرد ان تضغط عليها سوف يعطيك صفحه على هذا الشكل. لو تذكرتم معي قمنا باستخدام 10 من عمله ساس اللي كنت تحدثنا عنها، فنحن سنختار هنا انتر امانت، وساقوم هنا بالضغط على 10، ويمكن لي ان اعمل ريدم هنا.
بعد ذلك سيجب عليك الموافقة، وحينها يمكن لك أن تعمل ويدرا، يعني سيطلب منك اقتطاعات اللي هي 3 دولار. أنا لن أقوم بهذه العملية، أحتاج يعني فقط أو أرد فقط أن أشرح لك كيف. يعني فقط ترجع مرة أخرى إلى الوراء وستشاهد معي مرة أخرى هنا في البوزيشن، ستقوم بعمل ويدرا في هذا المكان. تقوم هنا باختيار المبلغ الذي لديك، هنا على الرصيد المتواجد يعني لدي 0.003 بيتكوين، يمكن لي أن أقوم بسحبها إلى محفظتي على الويبتي. ولكن حاليا لن أقوم بهذه العملية، وبمجرد أن أقوم بعملها سأقوم بمشاركة معكم فيديو آخر، يعني بعد انتهاء هذا الشهر سأقوم بعمل لكم فيديو في كيفية سحب هذا المبلغ الذي يعني بعد انتهاء هذا الايدروب، يعني سأقوم بالسحب وسأقوم بمشاركة معك. يعني أنا أتحدث هنا عن الناس التي تريد أن تلغي الخطوة الثانية، لمن تحتاج أموالها وتريد أن تقوم بإلغائها. كما رأيتك كل شيء سهل وبسيط جدا، ولا تخاف على أموالك فأموالك متواجدة، فقط اقتطاعات هي شيئا ما يعني صعبة، ولكن أنا على ما أعتقد على أن هذا الأيروب يعني سيكون له شأن كبير، وعلى أننا سنشاهد فيه يعني أتوقع على أنه سيكون فيه شيء ما كبير جدا بخصوص هذا الأيروب. تمام إخواني، فهذا هو كل شيء يجب عليك معرفته بالنسبة للتوزيع لمن يريد أن يعرف متى سوف يحصل على أرباحه. فهذه هي النقطة التي يمكن أن أتحدث عنها بشكل على أنه شيء سلبي، وهو المدة التي سوف يتم تخصيصها من أجل التوزيع. فكما تشاهد معي على أنه سيتم توزيعه في واحد من شهر أكتوبر في هذا السنة، سيتم عملية التوزيع لهذا الأيروب. وبهذا يعني ممكن أن تشاهد على أنه كذلك في نظر إيجابي على أننا سنشاهد على أن هذا الأيروب يعني سيكون له شأن كبير، يعني بخصوص أن المدة يعني مدة طويلة بحيث أننا نشاهد يعني هذا التقسيم. ولكن على العموم ننتظر أن يكون هذا الانتظار كله يكون عنده نظرة إيجابية. ولكن بمجرد أن ينتهي لنا الشهر يمكن يعني سأضع فيديو آخر على هذا الأيروب بحيث أنني أقوم بسحب أموالي، ولدينا متابعة خاصة لهذا الأيروب. كان معك خالد سمو، وهذا كل شيء في هذه الحلقة. لنلتقي في فيديو جديد وحلقة جديدة في قناة أسمبرو الخاصة بأيروبات العملات الرقمية، وكذلك الأخبار وكذلك جديد العملات الرقمية في قناتنا قناة أسمبرو. سلام.